انسجاما مع حملة الأعمار التي تشهدها محافظة صلاح الدين عامة وتكريت خاصة، وبإشراف المحافظ الدكتور المهندس عمار جبر خليل، ناشد أهالي حي الديوم غربي تكريت لتبليط مدخل الحي كونه أثر كثيرا في حركتهم اليومية، مشيرين إلى أن المطبات ألحقت أضرارا بسياراتهم، كما أن أصحاب سيارات الإجرة يضاعفون المبلغ عند طلب منهم التوجه إلى الحي. طالب الجهات المختصة بتبليط هذا الشارع، شارع 60، يعني هذا ديوم كل المعاناة وكل المشاكل صارت بهذا الشارع. فصار لنا يعني أنا من 2012 بهاي المنطقة، ولحد هسه هذا الشارع أصلا ما تبلط. كل سنة يجون يخلون سبيس، يخلون هاي المقرنص المال شنو، ويعفوه ويمشون. فنطلب من السيد المحافظ، نطلب من الجهات المختصة أن يلقونا حل لهاي المشكلة، لأن سياراتنا تكسرت، الناس تضررت، المريض من قاعد نوديه على المستشفى قاعد يتأذى بالطريق. يعني هاي كلها معاناة منطقة الديوم، وخلف الله عليهم يعني مدير البلدية والسيد المحافظ اشتغلوا بداخل الديوم، بلطوا شارع 40، شارع 30، احيوا شوية من المنطقة، يعني صارت منطقة. بس مشكلتنا هذا الشارع 60. نطالب بتبليط مدخل الديوم، هذا عندنا اهم شيء، مدخل الديوم نريد هذا تبليط هذا الشارع، لان كسر سياراتنا، ومن عندنا مريض ما نقدر نطلع، يعني المريض اللي ما نصل، اللي ما نطلع من بيتنا، اللي ما نصل المريض انه يتخربط ازيد، لان الشارع متكسر حيل. فنطلب احنا من جميع المسؤولين ومن سياده المحافظ ومن جميع الخيرين يقفون في حي الديوم من الخدمات جميعا. هذا الشارع رئيسي مدخل الديوم، والله لا بقت عندنا سيارات، تكسرت هاي سياراتنا، الله وكيل بين شهر وشهر احنا نبدل صدر السيارات. يعني هاي اشتغلوا بالبيج، اشتغلوا بكل المناطق، وش جاي يشتغلون بتكريت. نطلب من السيد المحافظ ينتبه على الديوم، لان احنا ما عندنا غير الله وهو، واحنا مقاتلين، وانا ضحيت برجلي لجل هاي المحافظه، انطيت ساقي وجاء اغلبيتنا شهداء وجرحى، يعني ما نريد غير بس الخدمات، كل شيء ما نريد بس يبلطنا هالمدخل هذا، واحنا ممنونين منه. كان اكو تبليط بالسيطره القديمه هذيك، وراها انشال التبليط من ورا المجاري، وبقى على هاي وضعيتها من 2015 تقريبا لحد هاي الساعه. باكر شتاء موجود، راح يجي الشتاء والمطر هم موجود، وانت تخيل الوضعيه شلون راح تصير. فنطالب من الاستاذ انس مدير بلديه تكريت ان يعني بس لفته بسيطه على هذا الشارع، لان هذا يعني حيوي لكل الديوم، ينعشها للديوم. احنا هنا في منطقه الديوم عندنا هذا الشارع ما بي تقريبا 100 متر او 200 متر، كسر سياراتنا، بهدلنا، دمرنا، اجره التاكسي صارت مضاعفه علينا. ونطلب من السيد المحافظ والسيد انس يعاونونا ويبلطونا هذا الشارع، لان احنا تدمرنا من وراء هذا الشارع، وهو شارع مو طويل، يعني فشيء صغير يعني وبسيط.